رؤية عودتي إلى عمل السابق والزملاء السابقين، علما أنه ترك عمله منذ سنتين، رجل 38 عام متزوج. يا أنها تأتيك أخبار منهم، يا أنه تعود حياتك كما كانت هذيك الفترة في العمل، يعني إذا كنت أنت سعيد هتعود السعادة. هي بشكل عام رؤية الأشياء الماضية المنتهية تدل على تكرار التجربة أو أنه راح تتكرار الحالة، إما التجربة أو الحالة. يعني لما تيجي واحد يقول لك أنا فهمت أن البيت قديم، معناته البيت القديم هذا إما التجربة أو شو؟ ركز معي، تجربة أو شو؟ ما مش معك. أنا شو شعدتك؟ أنا قاعد شيء. أي حاجة تشوف أشخاص قديمين، ناس قديمين، أي شيء قديم، تكرار التجربة والحالة. تكرار. يعني إما إنه حالتك مثل ما كانت حالتك في ذاك الوقت، وإما تجربة مريت فيها في ذيك الفترة تعاد وتتكرر في حياتك مرة ثانية. بس.